به يا عسلامة، مرحبا بك في الفيديو هذه باش تفهم علاش الديابيت يعاون في صنعان البلاك نتاع الاتيروم، وعلاش البلاك داتيروم عند واحد ديابيتيك فيها ريسك اكثر نتاع ريبتور. دونك كما تعرف واحد ديابيتيك معناتها واحد عنده برشا سكر، السكر برشا ينجم يتحول لشحم اللي هما دي تريغليسيريد، اللي هي رمارك بروبابلومون عملتها في حياتك. اذا كان تاكل برشا سكر تصنع برشا شحم اللي هما دي تريغليسيريد. لي تريغليسيريد هذوما عندهم افي في انهم يطيحوا لي اتش دي ال. لي اتش دي ال كما تعرف يحميونا من البلاك داتيروم، دونك كان طاحوا الريسك نتاع بلاك داتيروم يتزاد. هذه حاجه. نمشيو توا للال دي ال، الموفي كوليسترول. الكونتيتي نتاع الال دي ال عند واحد ديابيتيك ماهيش باش تكون مختلفه على عبد عادي، دونك كيف كيف، ولكن الكاليتي باش تكون مختلفه. علاش؟ على خاطر لي تريغليسيريد اللي نلقاوهم برشا عند الديابيتيك عندهم افي في انهم يشدوا لي زل ديال الكبار يحولوهم لدي زل ديال صغار ودونس، اللي هما يدخلوا في الفيزيوبات نتاع الاتيروسكليروز. كونكلوزيون هو انه ال دي ال ككونتيتي ماهيش باش تكون مختلفه، باش تكون عاديه، ولكن ككاليتي باش تكونوا صغار ودونس. نمشيو توا نشوفوا الفيزيوبات نتاع الاتيروسكليروز. باهي، هوني عندي البروا نتاع الارتير، من فوق عندي الدم اللي هو ماشي من اليسار لليمين، وهوني عندي الانتيما اللي فيها دي سيلول اندوتيليال ممبران بازال بالازرق. هوني عندي دونك تيسيو كونجونكتيف تحت الممبران بازال فيه مثلا دي فيبر تابعين الماتريس اكسترا سيلولير. هوني عندي الميديا اللي هي متكونه من دي سيلول مسكولير ليس كما ترى هوني. باه، دونك هوني عندي كعبة ال دي ال كبيرة اللي هي على خاطرها كبيرة تو سامبلومون ما تجمش تعدى. لي زل دي ال صغار اللي نلقاوهم برشا عند الديابيتيك ينجمو يتعداو. لي زل دي ال صغار هذوما ان فوا يتعداو ويلقاو رواحهم وسط الانتيما باش يديكلونشيو الفيزيوبات نتاع الاتيروسكليروس. كيفاش؟ وفيت كي يلقاو رواحهم في بلاصة معبية باللي زيسبيس رياكتيف اكسجيني اللي منهم مثلا السوبر اوكسيد هذيا. ال LDL شو تصير لها؟ تصير لها اوكسيداسيون، دونك تولي LDL اوكسيدي، على خاطر هاللي راديكو اوكسيجيني اون فيت يعملوا برشا دي رياكسيون ما نحبوهمش. دونك هذه هي شنو الفكره. نعرفوا انه هل لي زيسبيس رياكتيف اوكسيجيني نلقاوهم برشا عند الديابيتيك. خدمت فيديو قبل تفسر علاش، تنجم تلقاها في الديسكريبسيون لوطا. باهي، دونك هذا سبب اخر علاش الديابيت يعاون في البلاك داتيروم، ان من الفيت انهم عندهم برشا هاللي زيسبيس رياكتيف اوكسيجيني. باهي، هاللي زل ديال اوكسيدي يقلقوا دي سلول موجودين هوني اللي هما لي ماكروفاج. لي ماكروفاج اللي هما يعيشوا غادي باش يجيو يتقلقوا منهم، دونك يمشيو ياكلوهم. دونك لي ماكروفاج هما دي سلول ينظفوا الزبله، هما يراو لي زل ديال اوكسيدي كزبله دونك يمشيو ياكلوها. إن فوا ياكلوها اللي هي فاجوسيتوز، هذا شو يسميوه ياكلوها باش تتعبى بها. دونك هذه ماكروفاج معبيه بالال دي ال اللي نعطيوها اسم سبيسيال نسميوها سيلول سبيموز، اللي هي تو سامبلومون ماكروفاج فيها دي زل دي ال. الماكروفاج هذيا ماهياش باش تهضم هالي زل دي ال اوكسيدي، دونك شنو باش تعمل؟ باش تمشي تعمل اكتيفاسيون. الاكتيفاسيون هذيا باش تصنع بها دي سيتوكين انفلاماتوار. لي سيتوكين انفلاماتوار هذوما اون فيت من لي زيفي اللي باش يعملوهم هما انهم باش يناديو على لي سيلول نتاع ليمونيتي، لي لامفوسيتي، لي نيتروفيل، ولكن زادا لي ماكروفاج. دونك لي ماكروفاج باش يجيو لهوني. بخلاف هذايا السيلول سبيموز نتاعي باش تصنعني دي راديكو ليبر اخرين، دونك كيما ترى هوني. دونك لي راديكو ليبر عندهم افي على زل ديال اللي هما دخلوا زادا، اللي هما باش تعملهم اوكسيداسيون. دونك فريمون هوني عندي فريمون المقادير الكل باش نكثر في الفيزيوبات نتاع الاتيروسكليروز. الماكروفاج جاييني باللي سيتوكين انفلاماتوار، وزاده لي زل ديال صارت لهم اوكسيداسيون بهالي راديكو ليبر. نذكرك مره اخرى هو انه الديابيت باثولوجي انفلاماتوار، نصنع برشا دي سيتوكين انفلاماتوار في الديابيت. هذه حاجه حكيت عليها قبل، تلقاها في الفيديو اللوطا. به حاجة أخرى تصير هو أنه هاللي سيلول سبيموز يصنعوا دي فاكتور دو كرواسونس اللي هما يهبطوا هاللي سيلول مسكولير ويعطيوهم سينيال في أنهم يطلعوا لفوق ويصنعوا الكولاجين الفوق هوني. دونك هذا شنو بشينا رواه؟
دونك هوني عندي البلاك داتيروم اللي هي تصنعت كما ترى متكونه من دي سيلول سبيموس دي ماكروفاج اللي هما بلعوا دي زل ديال اوكسيدي به. هوني عندي لي كوش مسكولير دونك لي سيلول مسكولير طلعوا الفوق صنعوا دونك كولاجين ودي فيبر اخرين اللي هما باش يكونوا كما ترى كما الكوش الفوق به. دونك هل لي سيلول الماكروفاج هذوما لي سيلول سبيموس ما هماش باش يتحملوا هلي زل ديال اوكسيدي. شنو باش يصير لهم؟ باش يصير لهم ابوبتوز باش يموتوا. ان فوا باش يموتوا اون فيت هل باش يعملوا حاجه نسميوها سونتر نيكروتيك، معناتها سونتر فيه برشا نيكروز. النيكروز هذيا اون فيت اذا كان تلقى بلاكيت اللي هي تلقاها في الدم الفوق اون فيت ديكلونشي الترومبوز برشا. الحاجه الباهيه هو انه عندنا هذيا الكوش نتاع لي سيلول مسكولير اللي هما صنعوا لي فيبر اللي هي تمثل دونك كوش نتاع ايزولاسيون من الدم. دونك هذه هي شنو هي الفكره. المشكله هو انه لي سيلول سبيموس ان فوا يموتوا يعملوا برشا انفلاماسيون اللي كيما قلنا اكثر في الديابيت. به هل انفلاماسيون برشا هذيا تصنع دي ميتالو بروتياز اللي هي تجم تمشي للي فيبر هذوما وتمشي ترحيهم تاكلهم. دونك هذا باش يخلي انه البلاك ديزولاسيون تاعي باش تتنحى اللي هو باش يكسبوزي الباسيون انه يعمل دونك اون ترومبوز. دونك لي بلاكيت ينجموا يلقاو روحهم اون كونتاكت مع هال لي سيلول سبيموز الميتين هالسونتر نيكروتيك اللي هو ينجم يديكلونشي دونك ترومبوس. اخر حاجه نقولها هو انه الانسولينو ريزيستونس يلقاها في لي زيتود ان هي تكثر في النيكروز نتاع لي ماكروفاج. دونك هذا سبب اخر علاش الديابيت الانسولينو ريزيستونس في حد ذاتها تعاون على صنعان البلاك داتيروم وتعاون على الريبتور نتاعها على خاطر هل لي سيلول ان فوا يموتوا يعملوا انفلاماسيون. الانفلاماسيون تسبب صنعان الميتالوبروتياز، الميتالوبروتياز ينحي هالكوش ايزولونت